الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها: ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم فمحرم. هذه قواعد في الأحكام الشرعية مهمة حتى يتميز لنا هذه الأحكام وحقائقها عن بعضها. ما طلب الشارع تركه على جهة الجزم فمحرم. فقولنا ما طلب الشارع تركه، قولنا ما طلب الشارع تركه يخرج ماذا؟ يخرج الواجب وإيش؟ والمندوب. لكن يبقى المكروه، المكروه طلب الشارع تركه، فإذا لابد من إضافة قيد جديد حتى يخرج المكروه. فقالوا على جهة الجزم، يعني اترك هذا جزما فهذا حرام، لكن اترك هذا اختيارا فهذا مكروه. والمحرمات كثيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والكذب والغلول من الغنيمة والتولي يوم الزحف وعقوق الوالدين. وثمرته أنه يثاب تاركه امتثالا، لأن من الناس من يترك الحرام لأنه لا يجد أحدا يفعلها في بلده، أو لأنه نشأ بين والدين وعائلة كريمة لا تفعل شيئا من المحرمات، أو لم يطرأ في ذهنه أن يفعلها يوم من الأيام، فهذا جزاه الله خير، لكن لا يطالب بثواب الترك يوم القيامة. ما في ثواب على ترك المحرمات إلا باستشعار التعبد لله عز وجل في الترك، ولو مرة واحدة في عمرك على الأقل، مرة واحدة في عمرك تستشعر أنك تركت الزنا لأن الله حرمه فتبقى طيلة حياتك تثاب على هذا الترك. مرة واحدة في عمرك تستشعر أنك تركت شرب الخمر، تركت السرقة، تركت عقوق الوالدين، تركت إسبال الثياب، تركت حلق اللحية وغيرها من المحرمات، تعبدا لله، امتثالا لأمر الله، إنما تركتها لأنك قلت اتركها وأنا عبد ذليل مطيع لك، فتبقى طيلة حياتك تثاب على هذا الترك. وأما من لم يستشعر في حياته ولا مرة واحدة أنه يتعبد لله بهذا الترك، فهذا تركه صحيح، لأن النية ليست بشرط في صحة المتروكات، ولكنها شرط في ترتب الثواب عليها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله فيها قاعدة: المأمورات، أو نقول النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات.